بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. بداية يسعدني أن أرحب بالمشاهدين عبر قناة عمان المباشر الذين يتابعونا، وبكل الأخوة المشاهدين والمتابعين عبر الإذاعة والتلفزيون. كما يسعدني أن بداية أن أرحب بكم باسم صاحب السمو السيد هيثم بن طارق وزير التراث والثقافة وزارة التراث والثقافة، وهذا الترحيب نيابة عن زملائي أعضاء اللجنة الرئيسة المعنية بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، الذين حقيقة كان لهم الفضل فيما استطعنا أن نصل به من برامج ثقافية. ونحن في بداية هذا العام وعام نزوة عاصمة الثقافة وعام ميلاد الجديد 2015، أتمنى إن شاء الله أن يكون عام زاهر لعمان، وأن نحتفي عن قريب بوصول هذا صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن، وأن يكون هذا العام أيضا عام خير وبركة على أمورنا. ودي حقيقة أن أتحدث ولو بعجالة وبكثرة قصيرة فقط عن بداية كيفية تم يعني اختيار نزوة عاصمة للثقافة. يمكن الكثير يعني لا يعلم هذه، وهي يعني بعجالة. في 2008 وزارة التراث والثقافة ضمن برامج هي أصلاً ضمن برامج اليونسكو التي عدتها في العواصم الثقافية العالمية، بدأت المجموعة العربية باختيار العواصم العربية، كانت مسقط عاصمة للثقافة العربية 2006. في 2008 كنا نفكر مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة باختيار أحد العواصم أو المدن العمانية في للاحتفاء بها. كانت الاحتفائية في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن تحتفي بعام كل عام بمدينة أو بعاصمة ثقافية، فكانت أول عاصمة إسلامية احتفلت بها هي مكة المكرمة. بعد ذلك تم الاتفاق على أن يكون الاحتفائية بثلاث عواصم أو ثلاث مدن إسلامية موزعة بين مجموعة الأسيان، المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية. هذا التوضيح حقيقة حتى نفهم أن نزوة ليست هي المدينة الوحيدة ضمن الاحتفائية، هناك ثلاث مدن تشاركنا احتفائية العالم الإسلامي بالاحتفائية في العام. في 2008 تم تقديم الملف عبر مجلس الوزراء، وكان هناك ثلاث مدن عمانية اختيارت. مجلس الوزراء الموقر مشكور اختار نزوة لتكون عاصمة، لتقدم ملف إلى المنظمة الإسلامية. تم تقديم هذا الملف في 2009 في مدينة باكو في أذربيجان، أقرت أن تكون نزوة عاصمة للثقافة الإسلامية ضمن عاصمتين أخريتين، وهي ألماتا في جمهورية كازاخستان وكوتونو في جمهورية بنين. طبعا نزوة عن المجموعة العربية، بنين عن المجموعة الأفريقية، والماتا عن المجموعة الأسيان. إذن هذه الاحتفائية هناك، هذه الآن في 2015 ثلاث مدن إسلامية تحتفي بالعواصم الإسلامية، ونزوة الحقيقة أبرزها. هذه في 2015 عادة الألفية أو كل في الأقوام الفردية يصاحب هذا الاحتفائية المدينة التي أحد المدن تستضيف وزارة الثقافة في العالم الإسلامي، وبالتالي قد يكون أيضا أي مدينة من المدن الثلاثة الموجودة. هذه حقيقة لم حتى يمكن لأن أن نصل فقط حتى نكون مطمئنين أن نزوة هي أحد الثلاثة المدن في العالم الإسلامي التي تحتفي كعاصمة أو كمدينة. يعني لما أتكلم عن الماتا هي عاصمة كازاخستان. في مدن يعني مثلا عمان 2017 كعاصمة، وحتشاركها مدينة عربية أخرى. يعني أصبح في عام 2017 حتكون أربع مدن وليس ثلاث مدن، عمان ومدينة سنارة في جمهورية السودان عن المجموعة العربية. أتكلم إنه الكويت عام 2016 بعدنا بالشارقة 2017. فقط هذه اللمحة السريعة حتى نكون واضحين لكي نتكلم فيما يتعلق بالمناشط الثقافية. منذ 2018 من 2008 2009 بعد ما أقرت 2009 شكل صاحب السمو السيد وزير لجنة معنية بوضع برامج
لنزرع عاصمة الثقافة. اللجنة مشكورة عدة برامج وهيئة الكيفية حتى الميزانية واستعداد لنزرع عاصمة الثقافة تم الاشتغال عليها من 2011. اللجنة سلمت كل حتى رفعت الميزانية، وكانت لجنة كبيرة جدا ومن نخبة مختارة، لهم كل التحية والتقدير والاحترام على ما بذلوا من جهود. الميزانية رفعت، قررت الميزانية والحمد لله. 2012 تم إعادة تشكيل اللجنة عكس ما يقال، اللجنة مشكورة وأدت عملها، وارتاح أن تكون هناك لجنة منفذة مشرفة على البرامج، وهؤلاء الآن الأخوة الزملاء الذين حقيقة اشتغلوا وبذلوا جهود مشكورين في الوصول إلى هذه إلى هذا البرنامج. أيضا من الأشياء اللي حبيت أوضح فيها إنه تم مخاطبة مجلس الوزراء المبكر في 2009 إذا ما كنت ذاكرة، و 2010 بمخاطبة كافة الوزارات والجهات الحكومية من لديه برامج بنفذ في 2015، من لديه أفكار أو رؤى حقيقة يوافون. التحية والتقدير للوزارات التي وافت ببرامج سوف تنفذها هي داخل باسم وزارتها، ولكن سوف تضمها تحت نزوة عاصمة الثقافة، أو بأفكار حقيقة استفدنا من تلك الأفكار التي قدمت. اللجنة التي قد استلمت هذه الأفكار أيضا تم توظيفها، وبالتالي الوزارات يعني ما سوف تشاهدوه جزء جاء من وزارات هي أرادت أن تحتفي بنشاطات هذه الوزارات تحت نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية ل 2015. بعض هذه الأفكار من الوزارات هي لن تحتفي بها ولكن قدمتها للجنة المعنية. كما أن تم مخاطبة الجهات الحكومية الغير معنية الغير مرتبطة من يعني قصدي كجامعة السلطان قابوس، جامعة نزوة، مركز السلطان قابوس العالمي للثقافة، الهيئة العامة للصناعة الحرفية، الهيئة العامة للوثائق والمخطوطات لرفض اللجنة برأياتهم ومشاركتهم في البرنامج. والحمد لله تلقت اللجنة مجموعة من الآراء مشكورة من أراد أن يقوم بتنفيذ هذه البرامج تحت مظلة نزوة، ومن قدم أفكار بالتعاون وتمويل حقيقة جزء كبير جهاتهم هي بتمولها، والجزء الثاني سوف تكون تمويل من جهة اللجنة المعنية بالنزوة. أيضا تم التنسيق والتواصل مع الجمعيات الأهلية، جمعيات المجتمع الأهلي، جمعية أدباء والكتاب، جمعية الصحفيين، السينمائيين، المسرحيين، التاريخ، كل الجمعيات اللي قد لا تقرني تم استدعائهم والاجتماع بهم، وطلبنا منهم أن يرفضوا لجنة نزوة عاصمة الثقافة بالآراء والأفكار حتى تضمن بعض هذه الأفكار. طبعا النادي الثقافي، المنتدى الأدبي، كلهم كانوا موجودين أيضا معنا مرتبطين بالوزارة، كلهم أرفضونا ببعض آراءهم وأفكارهم وهي تضمنة، وسوف ينفذوا أيضا هذا البرنامج، لن تنفذوا أيضا تنفذوا جهات مشاركة حقيقة سواء كانت حكومية وزارات أو مؤسسات أخرى. هذا البرنامج اللي سوف تطلعوا وسوف يوزع عليكم هو حصيلة من أفكار من جهات معينة، بعضها حتى اكتفائية كانت سنوية تقيم هذه الوزارة أو المؤسسة، تم تضمينها ضمن هذه الوزارة. هو الهدف أن نشركم حقيقة ويكونوا شركاء بنزوة عاصمة الثقافة. من خلالكم أوجه لهم كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام على ما قدم لنا، سواء مشاركة سوف ننفذها أو مشاركة بأفكار سوف ننفذها إحنا بالتعاون معهم، فلهم كل التحية والتقدير. الحقيقة أيضا ودي أنا أوجه لكم أنتم كوسائل إعلام، أتمنى أنكم أنتم شركائنا الحقيقيين الإعلام المرئي والمقروء والمسموع والإلكتروني. تحية لمشاركة هذه العاصمة. أريد أن أؤكد أن هذه الاتفاقية للنزوة عاصمة الثقافة ليست معنية بوزارة التراث والثقافة، هذه الاتفاقية وهذه العاصمة هي عاصمة لعمان، وبالتالي كل فرد في هذا البلد وكل مؤسسة في هذا البلد هي معنية بتنفيذ أي برامج أو مشاركة بالرأي، هي ليست معنية بوزارة التراث والثقافة. صحيح وزارة التراث والثقافة يعني معنية بهذه المتابعة والمشاركة، ولكن أنا أعتقد أن كل فرد في هذا المجتمع هو معني بهذه التغيير، معني بالمشاركة، معني بتقديم الآراء.
هذا البرنامج أيضا ليس هو قرآن، هو من عمل البشر، وبالتالي إحنا نقدمه للمجتمع، وهناك مراجعة تتم شهريا باستمرار لمراجعة هذا البرنامج، وما نرى أن هناك محتاج لإعادة يعني تبديله أو تغييره، قابل للتغيير كما حصل في نصف عاصمة الثقافة العربية. وبالتالي حقيقة أنا يعني بالإضافة إلى الشكر لكم كوسائل الإعلام، أنا أود شكر خاص إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على رأس معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراس، الذي حقيقة اعتبر أنهم معنيين وشريكين حقيقيين. الشكر أيضا لمعالي الدكتور عبد المنعم لحسين وزير الإعلام، الذي اعتبر أن هذه الفعالية ليست معنية بوزارة الثقافة فقط، هذه الفعالية معنية بكل عمان، وبالتالي اعتبروا هم كوزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون شركاء حقيقيين معنا. فمن خلالكم أوجه لهم كل التحية والتقدير. أتمنى حقيقة، أتمنى من وسائل الإعلام المقروءة، يعني لا يضير لو وضعنا شعار نزوة عاصمة الثقافة في الصفحة الثقافية، لا يضير أن يكون هذا الشعار، لأنه هذا رمز من رموز عمان، من رمز من احتفالية، وهو حقيقة للأسف الشديد حتى اليوم صحافتنا العمانية شعار من شعار نزوة اختفى من صفحاتها مطلقا. أتمنى حقيقة عليكم على الأخوة هذا الشعار أن يكون موجود، لأنه على الأقل يتابعوه الآخرين، فكل ما وجد هذا الشعار في صفحات الصحف العمانية في الصفحة الثقافية، يعني أن لا نقول حقيقة أنتم الشركاء الحقيقيين لنا. أنا ما أريد أن أطيل عليكم يعني الحديث، البرنامج موجود ومفصل كما قلت سوف نراجعه. أنا سوف أترك أيضا الحديث لزملاء أعزاء حقيقة أشركوني في هذا المجال، وهناك لجان حقيقة منبثقة من هذه اللحظة، من هذا الآن اللجان سوف تشتغل كل حسب اختصاصاتها، اختصاصات اللجنة البرامج الثقافية سوف تشتغل من الآن، البرامج لجنة المجتمع المحلي سوف تشتغل، البقية البرامج كلها سوف تشتغل من الآن، وبعد هذا اللقاء سوف نجتمع وكل لجنة معنية بتنفيذ برامجها سوف نراجع هذه البرامج باستمرار لنعرف ما هو الممكن في الملاحظات اللي سوف نتلقاها ونتابعها. تأكدوا هناك في رصد في لجان عندنا، اللجنة الإعلامية، لجنة المجتمع المحلي، لجنة البرامج الثقافية، لجنة البرامج الفنية، لجنة العلاقات العامة، لجنة الشؤون الإدارية والمالية، اللجان الأخرى اللي قد أنساها أو غابت عني، فأنا أعتذر عنكم. لكم التحية والتقدير، ولكن قبل أن أترك الميكروفون وللحديث للزملاء أرجو من يريد أن يتحدث من الزملاء فلهم الحق، لهم شركاء. اعذروني أني أخذت من الوقت عنكم، لكن أتمنى أن أتيح لكم الفرصة لمن يرغب أن يتحدث. شكرا لكم سعد الشيخ حمد، وهو والي نزوة وهو عضو في اللجنة المعنية، وكما أنه هو أيضا رئيس لجنة المجتمع المحلي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوجه حقيقة بالشكر والتحية والتقدير لصاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، ولسعادة الشيخ الأخ حمد بن هلال المعمري وكيل الوزارة للشؤون الثقافية، رئيس اللجنة الرئيسية للاحتفاء بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. كما نتوجه بالشكر والتقدير والثناء لكل الإخوة في المجتمع المحلي في ولاية نزوة على تفاعلهم وعلى جهودهم المبذولة، ونخص بالشكر كل المؤسسات الحكومية وأيضا جامعة نزوة والكليات المختلفة على ما أسهموا وعلى ما نؤمل منهم من تعاون بإذن الله لتنفيذ هذه الفعاليات. دون شك نزوة تتشرف أن تكون عاصمة للثقافة الإسلامية، وهذا الحقيقة التشريف تناله نزوة عن جدارة واستحقاق لما لها من مكانة في التاريخ العماني، فهي إحدى عواصم عمان، وهي مدينة العلم والعلماء والتراث والتاريخ. وبالتالي الحقيقة يعني نؤمل بإذن الله من البرنامج الذي وضعته اللجنة حقيقة بتعاون متكامل بين أعضائها، والشكر والتحية أيضا لهم جميعا على جهودهم المبذولة. نامل بحول الله تعالى أن يعني إن شاء الله يظهر هذا البرنامج بما حقيقة يشرف الاحتفاء بنزوة وبما يحقق الطموح بإذن الله تعالى. حقيقة أود هنا أيضا أن أشكر وزارة التراث على اهتمامها البالغ بإنشاء المركز الثقافي. هذا المركز من المؤمل إن شاء الله
أنه يعني سيفتتح في مايو من هذا العام، ليكون أيضا حقيقة مركز إشعاع ثقافي ليس للنزوة بل لمحافظة الداخلية ولعمان قاطبة. هناك أيضا الحقيقة من بين الأمور التي لا أنسى ذكرها هو أن أوجه الشكر والتقدير لبنك نزوة لرعايته إقامة مجسم يخلد الذكرى، سيكون في قلب المدينة، وبإذن الله قريبا سيتم تنفيذ العمل بإسناده لإحدى المؤسسات المتخصصة. نتمنى يعني إن شاء الله أن يوفق الله تعالى الجميع لنكون جميعا على قدر المسؤولية، وندعو الله مخلصين أن يحفظ عمان ومولانا صاحب الجلالة وأن يمده بالصحة والعافية والعمر المديد، اللهم آمين وشكرا لكم. الحقيقة مسألة المركز تركته للأخ عاصم لأنه هو معني ومتابع هذا المركز، لأنه سبحت لأنه كثير قد يسأل عن هذا الجانب، لماذا التأخير ولماذا الآن، فأترك الحديث له. شكرا سعادة الشيخ رئيس اللجنة، شكرا جزيلا لكم على الحضور. أولا فيما يتعلق بالتخطيط لفعالية نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية ومن حيث الإدارة، أريد أن أطمئن الجميع أن وزارة التراث والثقافة بدأت في وقت مبكر جدا للتخطيط لهذه الفعاليات، ويعني شكلت لجان متخصصة في هذا الشأن وعملت كثير من الجلسات، خلنا نسميها جلسات العصف الذهني، وخلصنا إلى أستطيع أن أقول بلا مبالغة إلى مئات الأفكار والفعاليات والمناشط التي ممكن تقديمها، وقلصت وفق الرؤى وركزت وفق ما يخص نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. فيما يتعلق بالشق المالي وهذا الشق مهم جدا، أريد أن أطمئن الجميع مرة أخرى بأن نحن نشتغل بموازنة مريحة ومريحة جدا. نضمن أستطيع أن أضمن بصفتي رئيس اللجنة الإدارية والمالية أن كل ما قدم من أفكار لفعاليات نزوة عاصمة الثقافية نستطيع أن نغطيها ماليا بشكل مريح وفي الوقت المناسب. فيما يتعلق بالتخطيط، فيما يتعلق بالتنفيذ سوف نكون هناك موجودين، سوف نحرص أن يتم التنفيذ في المواعيد وبالكلفية التي وضعتها اللجنة برئاسة سعادة الشيخ الوكيل. فيما يتعلق بمركز نزوة الثقافي، نقطتين مهمات. مركز نزوة ليس هو ذو ارتباط مباشر بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية بقدر ما هي فكرة من وزارة التراث والثقافة بإنشاء مراكز ثقافية في كل محافظات السلطنة. قطعنا شوط كبير في التخطيط لمجموعة من المراكز الثقافية. مرة أخرى مركز نزوة الثقافي بدأ في بدايات العام الماضي وسوف ينجز بإذن الله تعالى. نحن طبعا من ناحية فنية هندسية نحن الآن بعد يد القدر في يد مقاولين وفي يد إجراءات هندسية تعرفوها جيدا إلى الآن إلى آخر زيارة ميدانية، ونحن وأنا أتكلم الآن اليوم زملائي المهندسين في زيارة ميدانية للمركز، كل الدلائل تشير أن سوف يتم بإذن الله تعالى الانتهاء من إنشاء المركز في موعده المقرر اللي هو 19 مايو المقبل، أرجو ذلك. فيما يتعلق بتفاصيل المركز سبق أن تحدثنا عنها في أكثر من مناسبة، لكن ما يمنعنا أن نؤكد مرة أخرى المركز الثقافي سوف يحتوي على مكتبة عامة ومكتبة متخصصة للأطفال، سيحتوي على مسرح. نستطيع أن ندعي الآن أن سوف يكون من أفضل المسارح في عمان فنيا وهذه بشهادة المختصين. سوف يكون هناك هذا المسرح، أقصد المسرح المغلق، وسوف يكون هناك مسرح خارجي أيضا للفعاليات الثقافية الخارجية هناك في نادي علمي في قاعة الفنون الجميلة، بالإضافة طبعا للمباني الإدارية التخصصية. هذا ما يتعلق بالمركز الثقافي، وأكد مرة أخرى المركز يسير بشكل جيد ونأمل الانتهاء منه في موعده المقرر. شكرا لكم جزيلا وأحسنتم. الحقيقة أيضا ضمن البرامج إحنا مسألة الخطة التسويقية، قصدي المواقع الإلكترونية، تم إعداد يستطيع الآن تدخلوا على مواقع الفيسبوك والمواقع الأخرى اللي أنتوا أكثر مني دراية، سوف تجدوا أيضا موقع نزوة موجود وبدأ يشتغل. الزميلة الأخت مريم الخربوشي حقيقة اشتغلت في البارحة بالليل بأقصى سرعة ممكن حتى قبل هذا الاجتماع أن يكون موجود، وبالتالي نستطيع نشتغل على هذا الجانب. في أمور كثيرة سوف نتحدث عنها من خلالكم من خلال أسئلتكم من خلال أرؤكم إذا كان هناك في أي ملاحظات. فقط اللي أتمنى أنكم تكونوا دائما آراءكم السديدة ومتابعتكم تكون بناءة، والحقيقة احنا نتقبل كل نقد، ما تأكدوا أنه كل ما يكتب سواء كان عن وزارة بصورة عامة أو عن نزوة عاصمة الثقافة الآن نتكلم، لكن يقرأ ويتابع، وهو هذا جهد بشري إحنا لا نقول، لكن التحية للجميع لكل من أسهم مرة أخرى لكم أنتم
في وسائل الإعلام، وكل من أسهم من الوزارات الحكومية والمؤسسات وغير الحكومية حقيقة، من أسهم معنا لنا أرفد اللجنة بأي رأي أو فكرة أو مشاركة، فمن خلالكم أوجه له التحية والاحترام والتقدير إن شاء الله. أترك الحديث لمن يرغب أن يتحدث منكم. أيضا الحقيقة أريد أشير إلى نقطة مهمة، اسمحوا لي يمكن غفلت عنها، هي مسألة أنه يمكن حيصاحب نزوة عاصمة الثقافة هي دون الثلاث العواصم الأخرى والعاصمتين الأخرى اجتماع لوزراء الثقافة، وهذه ظاهرة يمكن أكثر بروز واهتمام، وإن شاء الله أن يكون شهر 11 مواضعين 11/2015 يعني بدايته، أن تكون عمان حاضنة لاجتماع وزراء الثقافة الدول الإسلامية، وهذا أكبر تجمع ثقافي أكثر من 54 إلى 55 دولة إسلامية عدا أكثر من 10 منظمات إقليمية ودولية سوف تأتي إلى السلطنة وتحضر هذا الاجتماع وتشاهد، وسوف يشاهدوا هذا الإنجاز الحضاري لبلدكم عمان، وسوف ننقلهم إن شاء الله إلى نزوة للاطلاع على تجربة نزوة. هذا الحدث حقيقة أكثر بروز وأهمية أيضا، لأن هذا يضيف إلى الاحتفالية أنه يأتوا أكثر من 54 دولة إسلامية من كافة الدول الإسلامية سواء في آسيا أو أفريقيا أو العالم العربي إلى بلدكم سلطنة عمان، وسوف تستضيفوا هناك. أكد لكم أن الاستعدادات جارية على يعني باستعداد تم، أكثر من 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 استعداد تم إنجاز هذه البرامج، المواعيد تم حسمها، الفنادق إن شاء الله، الأمور الجانب اللوجستي تم انتهاء منه، وبالتالي هذا أيضا حدث أبرز في كتيب إن شاء الله. هذا البرامج اللي سوف يوزع اليوم قد يكون في بعض ما مكتمل أو بعض الملاحظات، لكن في كتيب سوف ينزل إن شاء الله، اشتغلوا عليه الزملاء لهم التحية والتقدير على إعداد هذا الكتيب خلال العشر الأيام القادمة، نقول إذا لم يكن قبل سوف يوزع على وسيكون استرشادي لنا نتابع فيه كل يعني نتكلم عن يناير ماذا البرامج موجودة في فبراير ومارس، وبالتالي هذه المناشط اللي سوف توزع عليكم سوف تكون داخل الكتيب موجودة، نتابعها ونقرأها، وهذا الكتيب سوف يوزع أيضا على المنظمات. أيضا في نقطة أخرى هي مسألة سوف تكون نزوة حاضرة في معرض الكتاب، وهو يمكن أحدث عمل هو في فبراير، سوف يكون جناح كبير جدا لنزوة عاصمة للثقافة الإسلامية. هذا الجناح سوف يتضمن بعض الفعاليات، بعض الموجود مثلا معرض مصور عن نزوة، لأنه ما موجود الكتب التي صدرت أو سوف تصدر. اللي أريد حقيقة أؤكد من خلالكم حقيقة، أتمنى أن هذه دعوة أوجهها لكل كاتب وباحث ومهتم، أتمنى أنه الوزارة على تم استعداد أن تستقبل أي إصدار أو أي كتاب عن نزوة أو عن عمان عن أي جانب ثقافي. في هذا العام هناك مرصود مبلغ مالي لطباعة الكتب، لكن نستقبلها بما يليق بهذا البلد، سوف يقرأ هذا الكتاب، سوف يحقق من قبل مختصين ليس مني شخصيا، لا قد لا أجيد هذا التقييم، وعندما يروا فعلا هذا العمل الأدبي يليق بأنه يصدر باسم عمان تأكدوا أنه سوف نتبناه. لكن هذه الدعوة مفتوحة لكل من 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 على هذا الأرض أن يتقدم بأي عمل أدبي، الوزارة على أتم الاستعداد، وهناك لجنة للبحوث والدراسات تستقبل هذه الأعمال وتراجعها، وإن شاء الله سوف نطبعها أول بأول كل ما تصلنا إن شاء الله. شكرا، وعلى أتم الاستعداد اسمع أي حد. تفضل أخي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. خلفان الزيدي من الوطن. شكرا سعادة الشيخ لتوضيح بعض النقاط حول احتفالية نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، وأيضا توضيح ما أشيع عن اللجنة السابقة، لجنة الفعاليات التي كانت أو اللجنة الرئيسية السابقة، وأنها أنهت دورها وقدمت تصورها للاحتفالية عكس ما يشاع أنها أنهيت. في شأن الإشارة التي أشرت إليها سعادة الشيخ بالنسبة للكتب، هذا خلينا نسأل عن موسوعة السلوى التي قدمت للوزارة، والتي حسب ما أعرف أنها أيضا أجيزت
من قبل لجنة مشكلة هل سترى النور قريبا؟ هي من 12 مقلد أعتقد للباحث أو محمد السيفي. السؤال الثاني أيضا بالنسبة للمؤتمر وزراء الثقافة الذي أشرت إليه، هل تحدد المكان بالضبط الذي سيقام فيه، خاصة أنه تم الإعلان أنه سيكون في نزوة، هل ثمت قاعة أو مكان يمكن أن يقام عليه هذا المؤتمر؟ شكرا. اسمحوا لي أرد حتى لا أنسى. أولا شكرا أخي خلفان، جزاك الله خير. أول شيء ما بالنسبة للجنة الأولى، الأخ العزيز الدكتور أحمد خلفان رئيس جامعة نزوة هو كان يرأس، والشكر له ولزل كل زملائه، وجزء من أعضاء اللجنة موجودين عندنا، قدم التماس لصاحب السمو وموجود بأنه بعد ما أنهى كل برامجهم، ولهم قلت لهم الشكر والتقدير، وهذه لم ينهوا، بل بالعكس كانت في إعفاء منه. ثانيا بالنسبة للسلوى لم تجاز، بس للتصحيح، لأنه موسوعة بحجم سلوى. اسمح لي أنا أتكلم أمام أساتذة أجلاء، وسعادة الشيخ حقيقة جزاء الله خير هو من أبدأ بهذا، هو من جاب إلى هذه اللجنة، الأخ محمد بن عبد الله السيفي، عد سلوى كبير 12 مجلد، تحتاج إلى قراءة، تحتاج إلى 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 إلى، وهناك بعض الجوانب الفنية والجوانب اللي أنا قد تحريرية. والآن في لجنة يرأسها الأخ الدكتور هلال الحجري لإعادة قراءتها، وآخر لقاء كنا مع الأخ محمد بن عبد الله، هذا أيضا من المكاشفة، ما عندنا مشكلة، تحدثنا مع الأخ محمد في مكتب سعادة الشيخ حمد الأغبري والي نزوة وبحضور الأخوان، ومعنا الدكتور هلال الحجري وهو موجود، وبلغناه بهذه الملاحظات واتفق معنا، وسوف يكون شريك في لجنة التحرير والصياغة لتخرج بما يليق بنزوة وبالسلوى نفسها، لأن هذه بتكون مرجع للأجيال القادمة، وإن شاء الله سوف ترى النور عما قريب. لن يخرج عام نزوة إلا وهي، لكن عمل موسوعي لا يمكن يقوم بفرد، تعرفوا أنتم العمل الموسوعي محتاج إلى جهد بشري يحتاج إلى هذا العمل. أما فيما يتعلق بوزارة الثقافة، نعم حتى تم حجز الفندق الشانغريلا، منتجع الشانغريلا كامل، الفنادق الثلاثة ليقيموا في وزارة، لأنه لا يوجد عندنا أماكن في نزوة، وإلا كنا في نزوة وأنتم تعرفوا، وإلا كان أيضا حتى في البستان، لكن تم حجز، والوقت الزمني اللي إحنا واضعينه أن يكون 1/11/2015 من 1 إلى 5 أو 6، هذا الوقت الزمني. وأنا أقول أنه حتى مجلس الوزراء الموقر ولهم التحية، كانوا لهم شكر حقيقة والتعاون جزاهم الله خير، حتى هذا الموعد تم إقراره، ننتظر رسميا ونهائيا هذا الموعد، يعني أيضا سوف ننسق مع المنظمة الإسلامية، وبالتالي هذه الأسئلة اللي أشرت لها أظن أجبناها، فبالتالي الموعد موجود، لكن وزراء الثقافة سوف يقضوا يوم كامل في نزوة، سوف ننقلهم إلى نزوة إن شاء الله، وسوف يقيموا في نزوة وتحت رعاية سعادة الشيخ الوالي والمحافظ، لهم التحية حقيقة أن يستضيفونا يوم كاملة في نزوة، وسوف يزوروا معالم نزوة ويعودوا من نزوة إلى مسقط إن شاء الله. شكرا. معلش أعتذر، كنت أحب بس أضيف تعليق على موسوعة السلوى، حبيت أكد أن تتبناها الوزارة، هذا كان اختيار المؤلف شخصيا الأستاذ محمد سيفي، بمعنى أن الوزارة عرضت عليه أن يطبعها كما يشاء ونساعده وندعمه ماليا. كان لنا رأي من خلال تجاربنا السابقة في أعمال الموسوعية، ونتكلم عن الموسوعة العمانية، أن الموسوعة تحتاج إلى إعادة التحرير اللغوي، إلى إعادة بناء بعض المصطلحات، وإلى إعادة تصميم فني، تصميم جرافيكي فني، لكي تظهر بما نحن نعتقد أنها تليق باسم، ونكون واضحين هنا، باسم وزارة التراث والثقافة، وعمان، لكي نضع عليها شعار وزارة التراث والثقافة. فخير الرجل حقيقة بين عدة خيارات، منها أن يطبعها كما يشاء بدعم من الوزارة، أو أن تتبناها الوزارة وتعيد الاشتغال عليها فنيا وتحريريا، فاختار في مكتب سعادة الشيخ الوالي اختيار أن تتبناها نحن الوزارة، وتم تشكيل الفريق لهذا العمل، جاري رئاسة الدكتور هلال الحجري، ونأمل أن نجتمع يوم الأحد القادم مع المؤلف نفسه، وشكرا. قبل أسبوعين تقريبا يعني وصلتنا مذكرة داخلية عن الفعاليات الأولية أو التصور الأولي لفعاليات نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية،
عندما دعينا لهذا المؤتمر الصحفي أنا قادم هنا وأنا أؤمل أن أتأكد من هذه الفعاليات أو أن هناك فعاليات أخرى. طبعا كما تفضل سعادة الشيخ نزوة اختيرت عاصمة للثقافة الإسلامية منذ 5 سنوات مع مدينتين أخريين، ومر عليها لجنتان إحداهما انتهت والأخرى ما زالت قائمة، وقدم لها العديد من التصورات والعديد من الفعاليات. فطبعا الأستاذ عاصم يقول مثلا أن مركز نزوة يعني من ضمن فعاليات وزارة التراث، السؤال إلي أخ سليمان. إحنا لم نقل نتأخر، إحنا قلنا الجاهز. أول شيء أنت قلت أن نقدم لك مذكرة داخلية بالبرامج، أتمنى حقيقة من اللي قدم لك المذكرة يكون واضح كيف قدمت المذكرة فيها البرامج. يعني هذا السؤال حقيقة أعيد لكم، يعني لماذا من قدم المذكرة بالبرامج؟ هذا السؤال حقيقة لأنه يوم الخميس اللجنة الإعلامية لنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية هي التي قدمت، هي وزعت علينا. هذا يرجع للجنة حقيقة، مع كل التقدير أنا أتكلم عندك يوم الخميس تم اعتماد البرنامج النهائي من قبل صاحب السمو، وأنت تكلمت عندي سليمان وقلت لك كلمني صباحا على أساس نلتقي، ولذلك أنا ما تمكنت أجي لأنه البرنامج تم اعتماد. فما أعرف اللجنة الثقافية أو الإعلامية على أي أساس قدمت هذا البرنامج لأنه ما كان منتهي بشكله النهائي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مسألة المركز الثقافي، لم يقل أنه هو لم يكن من ضمن فعل. المركز كان مخطط له ضمن مراكز 4 الآن تشتغل عليها الوزارة، حتى أقول لك بأمانة وصرح له، ولكن ليس خاصا للمناسبة. أعطيني فرصة. لما عرض على اللجنة الرئيسة اللي كانت موجودة برئاسة الأخ الدكتور أحمد مخلفان، ارتأت اللجنة أنه هذا المركز، وبما أن نزوة تحتفي والوزارة أشركت بهذا الرأي، بل بالعكس هي التي قدمت هذا الرأي، أن احنا نستفيد من نزوة عاصمة الثقافة أن نرفع الطاقة الاستيعابية للمركز. وكان تكلفة، كان المبلغ المعتمد، اسمح لي أنا أبو محمد أتحدث، كان المبلغ المعتمد له 2.5 مليون للمركز، وبما أن الطاقة الاستيعابية ضعفت للمركز أخي الكريم بسبب نزوة عاصمة الثقافة، إذا هنا دخل الموضوع شقين، شق المراكز اللي الوزارة تخطط لها بتكلفة معينة، بما أن نزوة سوف تستضيف عاصمة للثقافة الإسلامية تم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمركز وتقديمه كمشروع دون المشاريع الأخرى، يعني أجلت صحار ونزوة والبريمي. إذن هذه الفعالية كان لها أنها تقدم هذا، فالتكلفة أصبحت 5 مليون وليس 1.5 مليون، يعني ضعف تماما، ضعف طاقة الاستيعابية ضعف. وهذا أحد الأسباب التي تم تأخير تنفيذ المركز، لأنه محتاج للاعتماد المالي، لازم يرجع للمالية، عيد المخطط كامل من الجديد. وتم وضع اللجنة الأولى واللجنة الثانية باستمرار أول بأول بالطاقة الاستيعابية للمركز. إذن هذا فيما يتعلق بالمركز، إذا أتمنى أني وصلت الرسالة. سبب التأخير ضعفت الطاقة الاستيعابية، ضعفت التكلفة المالية بضعف كامل، يعني 100%. إذن هذا عامل من عوامل التي أيضا أدت إلى تأخير تنفيذ المركز، ولكن إن شاء الله سوف يرى النور
نتمنى إن شاء الله سوف يرى النور ليس فقط في هذه المناسبة، سوف يظل الأجيال القادمة لنزوع عصمة الثقافة. أما ما أتكلم عن، أنا أقول لك من هذه اللحظة ومن أول يناير نزوة انطلقت، ونحن نقول من هذه اللحظة كل لجنة سوف تنفذ فعاليتها. أنا تكلمت يا أخ سليمان عن كتيب إذا سمحت لي، قلت الكتيب الإخوان مصممين، أما البرامج سوف توزع، لن تخرج من هذه القاعة أي واحد منكم، سوف يكون نسخة من البرنامج موجود. ولماذا لا تعلن للناس الآن بما أننا منقول في العمل مباشر؟ نعلن الوقت، الوقت أخي العزيز، يعني الآن جلس نقرأ برنامج لعام كامل أمامكم، ما عندنا مانع. تعذرنا، أترك الإخوان أنه يعلنوا بتفاصيله من 1 يناير إلى ديسمبر إذا هذا الوقت يسمح لكم، بس أنا بتعذرني أني بستأذنكم، لكن لن يعني موجود هذه الخارطة كاملة موجودة، وكل التفاصيل قد يكون هذه معدلة، وبرامج تفصيلية موجودة، الإخوان معدين تصور موجود عندهم، سوف يسلموكم هذا البرنامج. أنا قلت فقط الكتيب اللي أنا أردت أن أشتغل عليه، وبالتالي موجود أخي الكريم، البرامج موجودة، هذه خارطة موجودة مفصلة، وعندنا خارطة أخرى اللي هي مفصلة بالبرامج بالأشهر وبالساعات، هذه مفصلة بالأيام. سوف تسلموا الآن هذا البرنامج كامل، لكن إذا كان وقتكم يسمح بقراءة واحد من 1 يناير ل 30 ديسمبر ما عندنا مانع. طال عمرك تتكلم في الخميس على أساس أنه ممكن من خلال الأسئلة أو شيء موجود. في شيء ثاني طال عمركم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد الهندازي من صحيفة الشبيبة. بداية نقدم لكم جزيل الشكر على الدعوة، وتعتبر السلطنة من أوائل الدول اللي اهتمت بالثقافة والتراث، ويأتي اختيار نزوة عاصمة الدولة عاصمة الثقافة الإسلامية اعتراف واضح وكبير من هذه الدول بأهمية العمل الثقافي في السلطنة، وتتويج أيضا للعمل الدؤوب المقدم من قبل القائمين على التراث والثقافة في السلطنة. سؤالي سعادتك عن أولا عملية التنسيق مع خلنا نقول الجمعيات المهتمة بأمور الثقافة، واللي يمكن الشيء اللي يعطينا أريحية اليوم إن فعلا الموازنة حسب ما تحدث فيها الأخ إنها فعلا مريحة. هنا كلمة مريحة، أنا أحس إن العمل لازم يكون موازي لهذا العمل، بمعنى ان اليوم لما نختار مدينه لها تاريخها المعروف يجب ان يوازي العمل المقدم بهذه المدينه وتقديمها بالصوره التي تليق كمدينه وكدوله. عمليه التنسيق مع هذه الجمعيات اتمنى خاصه المهتمه بالتراث ان يكون في عمل ملموس، يعني احنا معانا من شهر يناير الى شهر ديسمبر 12 شهر، أتمنى ما يكون فقط العمل في شهر معين ونتلاشى الشهور الماضية وكأنها في عالم النسيان. عملية الترويج، وخلنا الآن احنا في مناسبة قد تكون بعد أيام مهرجان مسقط، أتمنى الاستفادة من هذه المهرجانات اللي تقام في السلطنة سواء كان في مسقط أو في صلالة بالتعريف والترويج الأكثر من رائع، لأن فعلا اليوم احنا محتاجين إن الآخرين يعرفوا التاريخ الإسلامي للسلطنة، فإذا ما بدأنا من الداخل وانطلقنا من الداخل أتوقع هذه رسالة بتكون واضحة للعالم عن السلطنة وعن مكانتها. نأتي إلى الترويج الخارجي، وأعتقد اليوم سفاراتنا في الخارج، وأتمنى سعادتك تركز على هذه النقطة كثير، لها دور كبير وشريك حقيقي معنا، فمتى ما كان التعريف الخارجي من خلال السفارات أو من خلال البحقيات الثقافية بهذه الرؤية اليوم أن تكون نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، أعتقد إحنا عملنا ترويج من خلال أنفسنا من خلال سفاراتنا، وهذا بيعطي المدينة هذه بعد أكبر من المحلية أو من العربية. النقطة الأهم أو الثالثة اللي أكلمكم فيها بالتحديد، إحنا اليوم نتكلم عن فئة الشباب، وفئة الشباب خلنا نقول مركزينها على المدارس والكليات والجامعات، أتمنى يكون تفعيل هذه المراكز التربوية بشكل أكبر من خلال العمل والتنسيق مع الجامعات،
طالما احنا معانا الاخوان من جامعة نزوة ايضا الكليات والمدارس في السلطنة، اتمنى على الاقل هذه الرسالة توصل لهم من خلال برامج تقدم وفعاليات تنفذ. هذه بعض الملاحظات سعادتك بالموضوع، شكرا لكم. اولا شكرا اخي العزيز. بالنسبة للجمعيات، انت احنا اشرت اخي الكريم، اشرت في حديثي وقلت تم عقد اجتماع مع كل الجمعيات الأهلية وهي المعنية بالجانب الثقافي والتراثي، بما في حتى جمعية التاريخيين، حاضر كان رئيسها أو من ينوب عنه، وطلبنا منهم يعطونا أي مشاركة في هذه في برامجهم، ونحن مستعدين نتبناها. وقدمت بعضها، وبعضها طبعا وأخذ بسبعين إلى تسعين في المئة من البرامج منهم، وهي بتنفذها وليس الوزارة، بس تحت نزوة عاصمة الثقافة. وبالتالي أيضا النقطة الثانية، إحنا عملنا اجتماع حقيقة للصحفيين والإعلاميين في هذه الوزارة، وطلبنا من الصحف العمانية إن أي صحيفة عمانية لديها آراء أو أفكار تريد أن تقدمها لنزوة أو أيضا تعمل أي نشاط، نحن مستعدين أن نتبنى ونشارك. وللأسف الشديد وأقولها بصوت غير، صحيفة عمان التي قدمها من خلال معالي الدكتور عبد المنعم قدم لنا أن الصحيفة، مع أنها اليوم اختفت حتى الأيقونة من 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 الصفحة أو الصحيفة، فلذلك لكن صحفكم اللي أنتم تمثلوها الآن، كان لي لقاء معهم شخصيا وطلبت منهم يوافون بمرئياتهم أو آرائهم، ونحن مستعدين نتبناها ونشترك معا. وللأسف الشديد لم تتقدم أي صحيفة بأي رؤية أو أفكار كيف يمكن أن يشركونا في الاشتغال بالنزوة عاصمة الثقافة، سواء بملحق ثقافي بصفحة ثقافية، وكأن لا يعنيهم الأمر. هذا خلنا شوف، أنا أتكلم بصراحة ما عندي مشكلة. أما بالترويج الخارجي، السفارات، وأنت أنا شريك في السفارات، وأتتكلم عن شخص عاش سفير 18 سنة في الخارج، وأعرف متى ما تقوم بالسفارات العمانية، فلهم التحية ولهم كل التقدير، وعلى تواصل مع أصحاب السعادة السفراء. أيضا عندنا برامج ثقافية تقيمها الوزارة خارج، عندنا نشاطين، نشاط المعارض الكتب، ويكون حيكون لنزوة ركن خاص في داخل معرض الكتاب. نحن الآن مع وزارة الإعلام مشكورة نشترك في معرض كتاب موحد، وبالتالي سوف يكون على الأقل ولو بنزوة عاصمة الثقافة بنر بكتاب أي شيء سوف تكون حاضرة في هذا المعرض. كذلك أي أيام ثقافية عمانية تقام خارج السلطنة أكيد سوف تكون نزوة هي الحاضر، لأن نزوة هي اللي نحتضن فيها. فأعتقد هذه النقطة اللي قدرت أسأل. الجامعات أوجه التحية والتقدير والحقيقة بكل إجلال لجامعة نزوة. خاطبنا جامعة السلطان قابوس، وأيضا بكل أمانة لم نتلقى أي رد لحد الآن. جامعة نزوة خاطبنا الأخ الدكتور أحمد ورد علينا ب 13 أو 13 مشاركة سوف تقدمها جامعة نزوة، من ضمنها تعريف بنزوة عاصمة للثقافة لطلابهم على سبيل المثال. فوضعوا برامج في جامعة نزوة موجودة في الأيام سوف تنفذها جامعة نزوة تحت مظلة نزوة عاصمة الثقافة، ونحن نقدر لهم حقيقة هذه المشاركات. بالتالي لم نغفل أي مؤسسة حقيقة نستطيع أن نصلها. أما إذا غفلنا أي مؤسسة معينة سواء كانت خاصة أو عامة فيعذرون لجهلنا بتلك المؤسسة، ولكن على المؤسسة، ونحن نعلم. أنا ذهبت إلى التلفزيون وتحدثت وذهبت إلى وقلنا بصوت عالي من لديه أي رؤية وأفكار تقدم لهذه المناسبة نحن على أتم الاستعداد لنتبناها. في شيء غفلته أخي العزيز؟ مهرجانات. المهرجانات طبعا منسقين معهم ومبلغين. أيضا ذهبت رسالة من صاحب السمو، صاحب السمو السيد وزير التراث والثقافة إلى مجلس الوزراء، نطلب من الوزارات الحكومية أن يكون شعار نزوة وفعاليات نزوة موجودة في أجندتهم. ذهبت إلى مجلس الوزراء الموقر، ونتمنى أيضا هناك طابع بريدي سوف يعني يعمل لنزوة عاصمة الثقافة، بالإضافة إلى صك عملة
نقدية بهذه بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. تفضل خالد. سعادة الشيخ، بعد البرنامج ولد عندي سؤال. طبعا كنت أتمنى أن أرى توزيع جوائز السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب قبل أن أرى توزيع كؤوس صاحب الجلالة السلطان للولايات الفائزة في مسابقة شهري الزراعة واحتفال يوم عيد الشجرة. أيضا سؤال لسعادة الشيخ الوالي، سعادته تكلم عن الشعار والاحتفائية وأهمية أنه نشر هذا الشعار مثلا في وسائل الإعلام، لكن أنا من نزوة وحتى اليوم لم أرى أو ألاحظ أي شعار أو أي إشارة لنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية بطول نزوة وعرضها. حتى بالنسبة للمقسم أيضا حتى اللحظة لم يتم وضع حجر الأساس له، وهذا أيضا يأخذ تنفيذ وقت. فمتى ستحتفل نزوة بهذه المناسبة؟ بالنسبة لجائزة، اسمحوا لي، بالنسبة لجائزة السلطان قابوس، احنا خاطبنا مركز السلطان قابوس العالي للثقافة المعني بالجائزة ولم يطلب منا. أما ما الشجرة فأنا أرجو أن لا ندق، هذه وزارة الزراعة عند احتفائي، وأنا قلت في حديثي في مؤسسات حكومية أو وزارات حكومية أرادت أن تستفيد باحتفائية نزوة عاصمة الثقافة وتعمل هذا الاحتفائية في نزوة بيوم الشجرة، وأنا أعتقد أنه هذه عام أيضا من البيئة ومن ما أعتقد أنها يعني نقف عندها بهذا. لا عفوا أنا ما أتكلم عنك، عفوا أنا سمعت هذا الحديث وقيل، لكن أنا فقط أريد أقول لم يتقدم مركز سلطان قابوس العالي بوضع مظلة توزيع جائزة سلطان قابوس تحت، حتى أن وزارة، شوف أتكلم، حتى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عندها ندوة ممتازة جدا ورائعة، هي ندوة الشيء الفقه الإسلام كل سنة خاطبنا وزارة الأوقاف من أشهر أن نريد نضع هذه ضمن مظلة نزوة، هم يقيموها ويعملوها، ما نريد حقيقة منها شيء، لكن يضعون. إذا كانت الجهة المعنية لم تبلغنا وتقولنا وضعوا لجائزة السلطان، لأن جائزة السلطان قابوس للثقافة معني فيها جهاز آخر وليس وزارة التراث والثقافة، بالتالي إذا هذه الجهة لم ترى من المناسب أن تضعها هذا يرجع لها حقيقة. أما بالنسبة ليوم الشجرة، الجهة لوزارة الزراعة هي التي طلبت أن تدمج، وبالتالي لهم التحية والتقدير أخي الكريم. شكرا. المجسم الشيخ أنت قلت سعادة الشيخ. شكرا لك الأخ الفان. حقيقة بالنسبة أنا تحدثت عن المجسم. المجسم انتهى المصمم من وضع التصاميم اللازمة، ولكن هناك كما تعرف في إجراءات لطرح المناقصة للتناقص، ثم سيتم إسناد العمل إلى مؤسسة متخصصة. تم اختيار الموقع وأخذ الموافقة عليه، كل الإجراءات، اللجنة الرئيسية حقيقة ولهم الشكر والتقدير برئاسة سعادة الشيخ الأخ الوكيل، اعتمدت أيضا تمويل بالإضافة إلى ما حصلنا عليه من تمويل من بنك نزوة كما أسلفت من قبل. فيما يتعلق بوضع الشعار في نزوة، أنت تعلم لأنك من أبناء نزوة وأهل نزوة يعلم ذلك يقينا، أن هناك يعني مرحلة تجميل تشهدها الولاية، ازدواجية الطريق، البوابة، كثير من المعالم، مما يصعب الآن وضع أي شيء يدل حتى أن تكتمل المنظومة. نحن متوقعين إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا كان القصد أن نضع الشعار في بعض الأمكنة هذا شيء وارد، لكن شعار نزوة مغطى إعلاميا في كل قنوات التلفزيون سلطنة عمان ولهم الشكر والتحية والتقدير، في كثير يعني من الجهات الآن الشعار أصبح متاح في مواقع إلكترونية موجودة. أبناء نزوة يعلم يقينا أن المناسبة دشنت، حتى كان في هناك لقاء أو تقرير مصور بداية العام تشرفت للتحدث فيه من ضمن المتحدثين. فأخي الكريم، وضع نزوة حاليا من وضع الطريق لا يسمح لنا، وضع التجميل لا يساعدنا أن نضع شيء، فيجب أن يعني أن يعلم الجميع إذا أنه لم يضع الشعار داخل الولاية سببه فقط هذه المرحلة. لنتأمل إن شاء الله من المؤمل خلال الربع الأول من هذا العام أن تتضح الأمور بالنسبة لجوانب التجميل. أعتقد أني وفيت الحديث عن الموضوع. إذا سعادة الشيخ يبغى منته وحتى عطينا صلاحية تامة يوضع كل شعارات والبرق بالأمان، ما عندنا مشكلة. بعضها طال عمرك يشوفوا أي مكان يناسب، ما عندنا مانع طال عمرك، يشوفوا أي مكان يناسب يضعوا حتى لو قال شعار، ما عندنا مشكلة طال عمرك، ما مشكلة إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بداية نتقدم بجزيل
نتقدم بجزيل الشكر إلى سعادة الشيخ رئيس اللجنة ولسعادة الشيخ الوالي. أنا حقيقة لدي تعقيب بسيط حول ما أشار إليه الأخ سعيد فيما يتعلق بالفعاليات. حقيقة عند وضع الفعاليات روعية جملة يعني من المحكات أو من المعايير، لعلها أولا أن ليست كل الفعاليات ستتركز حول نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، ولكن ستراعي التوزيع الجغرافي للسلطنة، بمعنى أن هنالك جملة من الفعاليات سواء كانت فعاليات فنية أو فعاليات ثقافية ستشهدها ولايات أخرى غير ولاية نزوة، ولكنها تحت مظلة نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. أثار نقطة جدا مهمة وهي نقطة الشباب. ستجد أن معظم الفعاليات ستنفذ في المراكز التي تحتضن الشباب كالأندية كالجامعات كالكليات، بمعنى أن تم استهداف في هذه الفعاليات أماكن تواجد الشباب لإيصال هذه الرسالة، بالإضافة إلى التنوع بين المنشط الثقافي، المنشط الفني، المناشط الأخرى التي تلامس أو التي نعتقد أنها ستلامس الاحتياج الفعلي لفئة الشباب. هذا ما أردت التأكيد عليه بأن هنالك توزيع جغرافي. أشرت إلى نقطة بأنه نخشى بأن ستتركز المناشط في شهر وستنسى أشهر معينة، ولكن أعتقد بعد رؤية البرنامج سيتبدد لديك هذا الشك، والبرامج ممتدة من شهر يناير 2015 إلى ديسمبر 2015، وحتى تم مراعاة فيها حركة الإجازات، وكذلك نستطيع أنه يعني الأوائل الأوقات كدخول رمضان وكالأعياد تم مراعاتها حتى عند وضع هذا البرنامج. سعاد الشيخ في مقدماته حقيقة وفي استهلاله أشار إلى نقطة جدا مهمة، وأن هذا عمل بشري، والعمل البشري دائما قابل، ونقول لديه قابلية كبيرة جدا للزيادة والنقصان وللتقييم، ولكن نؤكد بأن التقييم الموضوعي نابع من حقيقة تحسين هذا البرنامج وتجويده. هذا التقييم الذي نريده من وسائل الإعلام، وهذه الشراكة التي أشار إليها سعادته في مقدمته، هذه الشراكة بأن أنتم ستكونوا لسان هذا البرنامج، أنتم ما سيتحدث عنه، أنتم ستكونوا عين هذا البرنامج، لأنكم أنتم من سينقل هذا البرنامج، فأنتم لسان هذا البرنامج، أنتم أعين هذا البرنامج، ونحن على ثقة بأن وسائل الإعلام قادرة بأن تنقل الرسالة كما خطط لها. شكرا لكم. والله سؤالك أول شيء صعب جدا ومهم جدا في نفس الوقت. بلا شك أن أثناء التخطيط لهذه الفعاليات نعم كان هناك في أهداف، وهو الاحتفاء بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، الحرص على إبراز هذا الحدث إعلاميا وإبرازه فنيا ومعرفيا وثقافيا. من أجل ذلك لو تلاحظ هناك في جملة من اللجان اللي شكلت، أقصد اللجان الفرعية اللي شكلت هناك لجنة ثقافية ولجنة فنية ولجنة إعلامية، لكي أجاوب باختصار شديد، أتوقع أن من سوف يحكم على النجاح هو أنتم مرة أخرى وليس نحن. وراء كل ندوة تواصل الحضاري بين عمان والعالم هذه سوف تعقد، على أن نضرب أمثلة، ندوة تاريخية عن النزوة، ندوة أدبية عن النزوة، كل فعالية تحمل أهدافها في ذاتها، تحمل أهدافها في ذاتها، والهدف الأكبر هو الاحتفاء بنزوة طبعا، لكن كل فعالية سواء كان هدف توعوي أو هذا هدف تربوي أو هدف ثقافي أو هدف إعلامي أو هدف اقتصادي أو هدف سياحي،
فحزمة الأهداف كثيرة جدا. حتى البعد السياحي مرة أخرى أكرر وإحنا عندنا أصل كان من ضمن أهدافنا تسويق لنزوة سياحيا. فإلى أي مدى ستحقق أهدافها؟ نأمل ونرجو ونعمل جاهدين أن نحقق أهدافنا، ولكن ما في ضمانات، عمل بشري مثل ما قلنا وقال سعد الشيخ، لكن نعد أن سوف نعمل جاهدين جميعا لكي نحقق أهداف هذه الفعالية. إذا استطعنا أن نبرز نزوة للعالم الإسلامي خصوصا والعالم عموما كواجهة ثقافية وفكرية ودينية وسياحية واجتماعية، هنكون حققنا أهدافنا. وهذا ما نعمل في سبيله من خلال هذه اللجان وهذه المحاور والفعاليات. فعاليات ممتدة في كل شهر على الأقل في المتوسط من 5 إلى 10 فعاليات ثقافية وفكرية، وقلنا البعد السياحي حاضر. لو حققناها نكون حققنا أهدافنا. نعم، وشكرا لك. هم المقيمين النهائيين، هو راح تكون أنتم بلا شك يعني. إذا كان ما في أنا بس أيضا أشير إلى أنه غير المركز الثقافي هناك بدأ العمل في ترميم حقيقة، يعني إحنا حقيقة يمكن ما حد منكم كنت أتمنى أنه يشير لهذه النقطة، إحنا ما أشرنا لها، لكن حقيقة الوزارة الآن مثلا قلعة نزوة على سبيل المثال أغلقت أو للترميم، سور نزوة أو العقر مجموعة من الأبواب بدأ الترميم، هذا جزء أيضا مساند ومكمل للعمل الإنشائي أو العمل البيوت أيضا حارة نزوة، فكلها أعمال حقيقة مكملة. وإن حقيقة أوجه التحية والتقدير للاهتمام صاحب السمو السيد الوزير والطاقم الوزارة في قطاع الآثار عندنا قطاع التراث حقيقة مهتمين وشركاء بترميم الحارات، وبالذات ركزوا على نزوة هذا العام، يمكن نزوة بيكون نصيب أوفر أيضا جزء منها. البنى التحتية طبعا أشار سعادة الشيخ الوالي أنه هناك أيضا وزارة النقل ووزارة البلديات، أيضا مركز الديوان البلد السلطاني، البوابة، الجامع، يعني حقيقة النزوة هي يمكن إحنا ما يلنا جهد فيها، لكن الجهد والفضل ما يتعلق في ترميم الحارات ونزوة وحاراتها مكمل لهذه الأعمال الإنشائية اللي نقوم فيها. فأتمنى إذا في حد من الأخوة الزملاء تفضل عزيزي، احنا نتمنى صوت نساء ياتي من هناك من بعيد. السلام عليكم، انتصار الشبلي من الهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون. سعاده الشيخ، جميل ما وجدنا بين يدينا اللي استلمناه الحين، خارطه البرنامج الزمني المقترح لفعاليات الاحتفاء بنزوه عاصمه الثقافه الاسلاميه. انا اتمنى نقطه اطلاع المشاهد او المستمع اللي حاضر الان على عمان مباشر وفي القنوات الاذاعيه الاخرى بابرز البرامج التي والحديث التي سوف يتم عرضها او تقديمها في هذا الاحتفاء بنزوه عاصمه الثقافه الاسلاميه. ما وجدنا الان هو توليفه برامج من كليات، من جامعات، من مؤسسات حكوميه او حتى من جمعيات، فما الجديد الذي تقدمه اللجنه المختصه بهذه الاحتفاليه في الاحتفاء بعاصمه نزوه عاصمه الثقافه الاسلاميه؟ ايضا نقطه اخرى، الاحتفاء بنزوه عاصمه الثقافه الاسلاميه سوف ينطلق ان شاء الله في يناير. اعتقد انه من المهم اطلاع المشاهد ايضا على التاريخ او بدايه انطلاق هذه الفعاليات. الجدول او خارطه البرامج بين يدينا لا توجد فيها التاريخ بالضبط، بالاضافه الى ما ذكره الاخوان ايضا في اسئله، يعني وان تمحورت بطريقه او اخرى، هو مسألة الترويج الإعلاني سواء كان في نزوة أو في خارج نزوة في الولايات الأخرى، بما أن هذه سوف تكون شراكة للاحتفال في مختلف ولايات السلطنة، متى سوف نرى هذا الترويج أو متى فعلا سوف تحتفي نزوة وغيرها بهذه الفعالية، بهذه الفعالية التي لها قيمتها وتحتفي فيها مع عواصم دولية أخرى؟ شكرا. أعتقد وجودك أنت وأمثالك في هذه القاعة هو جزء من الفعالية وجزء من انطلاق نزوة. أنا أخشرت يا عزيزتي، وأتمنى أن أكون قلت إحنا لسنا الوحيدين، وسبقتنا عواصم حتى خليجية وبتاتي عواصم خليجية وعربية. مسألة انطلاق، إحنا انطلقنا مبدئي خلاص من 1 يناير، وبدأ الإخوان في الإعلام وقلت لهم التحية والتقدير أنهم وضعوا انطلقنا. أما ما هو الجديد، قضية التوليفة نتكلم أيضا بصراحة، إحنا قلنا هذا جهد قدمنا، اللجنة قدمت ما ترى. إذا كان أنت لا تري من وجهة نظرك وهذا حقك أنه ما في جديد، اللجنة وأنها توليفة من الكليات، الكليات من وين؟ أليس من المجتمع العماني؟ لا
لا اسمحي لي أقول لك، يعني إحنا لما قلت لك إن خاطبنا الجامعات وبعضها لم تقدم لنا، إحنا هدفنا إشراك المجتمع العماني بكل أطيافه، جامعات، مؤسسات أهلية، إعلامية، المجتمع المدني، الهدف هو إشراكهم بكيف لا يكون هناك انفرادية. وهذا ما أخذ علينا في مسقط عاصمة الثقافة العربية، أن نزوة فقط كانت وزارة التراث لم تشرك الآخرين. طبعا أنا أتكلم لأني جيت لاحقا لهذه المؤسسة، وكان يعتب أنه لم تشرك، تم إشراك هذه المؤسسات، الهدف أن هناك في شراكة حقيقية بين المؤسسة. ما عندنا مانع سيد العدو كما قال الأخوان، هذه البرامج قادر للتغيير والتبديل وانطلاقها. أما مسألة انطلاقها أنا أعتبر انطلقنا، وقضية الاحتفالية هذه ما في حتى عاصمة الشارقة، يعني دائما اعذرونا أن لا نضرب أمثلة، الشارقة كعاصمة ثقافية انتهت، لم تعمل احتفالية بالانطلاقية، وهناك حتى العواصم اللي معنا الآن سواء الماتا أو غيرها أو العواصم اللي قبلنا ما عملت احتفائية بهذا الحجم للانطلاق. انطلاقة أنك أنت عندك عام تقدم فيه مفردات تراثية وثقافية بمدينة كانت أو بعاصمة أو بغيرها، تقدم هذه المفردات وتشرك المجتمع، المجتمع حتى يكون في شراكة بينك وبينه بهذه الرؤية. البرامج الإعلامي أو الترويج الإعلامي من خلالكم أنتم تروجوا، نحن بالعكس، حتى أنه عندنا الأخ سالم من وزارة السياحة كنا نريد حتى أن تكون تأتي مؤسسات للترويج والإشراكة، والآن الحمد لله عندنا الأخوان في وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون قائمين بجهودها، قد نكون حقيقة يعني بتعاونهم بتعاونكم أنتم أعتقد أننا سوف نصل. اعذريني إذا لم يكن بالنسبة إلي الفهم غير واضح أو ردي كان يكون غير واضح، لكن للأمانة كان هدفنا إشراك كافة، لم نكن حقيقة نريد أن نأتي بكلية ولا جامعة لأننا نحتاج. قال الأخ العزيز عاصم أنه عندنا الوفر المالي موجود مش مسألة، لكن دائما نعتب أنكم لا تشركوا هذه المؤسسات. أشركنا هذه المؤسسات، لماذا تأتوا بهذه المؤسسات؟ فأتمنى أنه نكون إذا في أتمنى حد بيرد بيساعدكم ويسكرم. تفضل أحسن. شكرا سعادة الشيخ. بدأ الصوت واضح ولا كيف؟ في الواقع عندما نتحدث عن الجانب الترويجي للفعالية، قامت الوزارة مشكورة في الواقع ممثلة في اللجنة بعمل برامج للمستقبل، وهذا كان قبل بداية عام 2015 من أجل الإعلان عن هذه الفعالية على المستوى المحلي وعلى المستوى الداخلي. على المستوى الخارجي أنا أتحدث الآن كوني ممثل أيضا في اللجنة من وزارة السياحة عن جهود كبيرة جدا قمنا بها في التعريف بهذه الفعالية واحتضان نزوة لها في هذا العام 2015. وكما يعلم الجميع بأن هناك أكثر من 10 مكاتب عبر العالم تمثل وزارة السياحة وتروج للسلطنة كافة في كافة مجالاتها وكافة أطيافها في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي الشرق الأوسط. بدأنا فعلا عبر هذه المكاتب في عملية الترويج لنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. والشيء الجيد الذي أتى مع نهاية العام الماضي هو اختيار نزوة كأحد الوجهات السياحية التي يجب أن تزار ويفضل أن تزار في عام 2015. لماذا؟ نزوة هي حاضرة الثقافة العمانية، نزوة لها تاريخ عريق، نزوة تمثل عمق سياحي وتاريخي وثقافي كبير جدا. عندما نتحدث الآن عن الثقافة في المفهوم السياحي، السياحة الثقافية الآن أصبحت من هو عمق في الواقع لأنماط سياحية عبر العالم، وأصبح هذا العنصر ينشط، وهناك له مجموعة من السياح المتخصصين الذين يأتون ويجوبون العالم في الواقع بحثا عن الجانب الثقافي. الزيارات التي تأتي من الخارج والسائح الذي يأتي من الخارج ويزور نزوة أو يزور أي مدينة أخرى، من خلال هذه الزيارة هو يتعرف على ثقافة هذا البلد، يتعرف على مكنون هذا البلد، وبالتالي عندما يرجع إلى بلده يتحدث ويتكلم عما رأاه أو عما شاهده أو عما لامسه. السياحة الآن على سبيل المثال هي أصبحت تغير الرؤى التي أخذت في السابق عن كثير من دول العالم، وإحنا في السلطنة استخدمنا السياحة لتغيير كثير من الرؤى، وأصبحنا أيضا نستخدم هذا الجزء من أجل التعريف بثقافتنا بعاداتنا بتقاليدنا.
عندما ننظر إلى البرنامج الذي وضع عبر عام 2015 نجد بأنه واسع ويشمل على كثير من الفعاليات والأنشطة، وأيضا ارتأت اللجنة على أن يغذي كافة الذوائق على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي. نتوقع أيضا بأن هناك كثير من الناس الذين سوف يأتون إلى عمان أيضا يزورون محافظة نزوة، عفوا ولاية نزوة، محافظة الداخلية، وأيضا يلتحقون ببعض هذه الفعاليات التي من خلالها نستطيع أن نقدم فعلا شيء جميل عن واقع الثقافة العمانية من خلال نزوة والفعاليات التي تقام بها. الرجوع إلى عمليات الترويج عبر هذه المكاتب الخارجية في الواقع، استطعنا أن أو بدأنا في الواقع أن نروج لنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، وأنا أيضا خاطبت مكتب سعادة الرئيس لأخذ الأذن من أجل البدء في الواقع الترويج للبرنامج، والآن سمعنا بأن البرنامج اعتمد رسميا وسوف يتم إن شاء الله البدء في الترويج له. أيضا الموقع المخصص لنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية رح يتم ربطه مباشرة بكل المواقع في مكاتبنا الخارجية، وسوف يتم ربطه أيضا بمواقع وزارة السياحة على المستوى الداخلي، وأيضا نامل إن شاء الله أن يتم ربطه بكثير من المواقع التي تخص مؤسسات القطاع العام وأيضا مؤسسات القطاع الخاص داخل السلطنة، وهذا راح يعمل بشكل مباشر على الترويج لفعاليات نزوة بإذن الله تعالى. هذه الفعالية خلقت من أجل أن نرسل من خلال رسالة للعالم الآخر بأن عمان بمدنها بتاريخها هي موجودة ولديها الكثير لتقدمه في المستقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حقيقة يعني كثير سعدت بالملاحظات اللي ذكرت من قبلكم كصحفيين وكإعلاميين، وللأمانة كلها كانت حاضرة أو معظمها كان حاضرة لما كنا نجتمع في مكتب سعادة الشيخ. ما أريد أن أؤكد عليه أن هذه الاحتفائية وهذا المشروع قبل 2015 كان مشروع مؤسسي، مشروع مؤسسة الوزارة وبعض المؤسسات الحكومية. الآن من 2015 من البدء، من 1 يناير 2015 هو مشروع للجميع، هو مشروع عمان بشكل عام. اللجنة برئاسة سعادة الشيخ ووزارة التراث أيضا تعول عليكم كثيرا في إبراز هذا المنشط أو هذه الفعاليات الضخمة حقيقة وجهد بذل، وأنا أستمع لملاحظاتكم، كنت أسترجع الاجتماعات اللي تم فيها مناقشة هذه العناصر وتم أيضا مناقشة أشياء كثيرة فيها. أنا أيضا ممثل وزارة الإعلام، وزارة الإعلام في توجيه من معالي الوزير، معالي الدكتور الوزير، لبذل كل ما هو ممكن لإنجاح هذه الفعالية وتسخير جميع إمكانيات وزارة الإعلام لإنجاح هذا المنشط أو هذه الفعاليات التي تحمل اسم عمان قبل اسم نزوة. وبالتالي نحن نعول عليكم في هذه اللجنة، نعول عليكم كثيرا لإبراز الله أكبر، لإبراز هذا أو هذه المناشط سواء للداخل أو للخارج. نحن في وكالة الأنباء العمانية أيضا كجزء أو كمجزوء من وزارة الإعلام بدأنا من 1/1/2015 في محاولة بث بعض التقارير حول هذه المناسبة وترجمتها إلى لغات. الآن صباح اليوم بدأنا إرسالها أيضا لمنظمات أو لمؤسسات يعني نجتمع معها في بعض الأعمال كوكالة الأنباء العربية فانا تترجم هذه التقارير اللغة الإنجليزية. وضعنا أيضا شعار نزوة عاصمة للثقافة الإسلامية في الصفحة الرئيسية لوكالة الأنباء العمانية، وبالتالي هو جهد مشترك حقيقة. يعني هذا الجهد الضخم إذا لم تكن هناك هالة إعلامية خلفه تروج له في الداخل والخارج لن يستطيع أن يصل أو لن نستطيع أن نصل. وردا لسؤال الأخ أيضا زميلنا في وكالة الأنباء العمانية والذي جاوب عليه الأستاذ عاصم، في النهاية الداخل والخارج هو من سوف يحكم على هذا العمل خلال السنة من يناير إلى ديسمبر. شكرا جزيلا. شكرا دكتور محمد. حقيقة يعني ما ودي أطول عليكم، لكن إذا في أي استفسار ولا في شيء حاضرين. أرجو أن نكون كما أكدوا الأخوان حقيقة الأعزاء، هناك أيضا بعض الأشخاص أفراد تقدموا بجهد، يعني مثلا على سبيل المثال معالي الدكتور محمد زوير تقدم بعمل كتابي جميل جدا عن نزوة،
يعني بادر شخصية ويوجه له التحية. بيت الزبير قدم معمل مشروع معرض مصور كامل عن نزوة. يعني أنا أتكلم أنه دائما مثل هؤلاء الأفراد ليأتوا بأفكار، وبالعكس لهم التحية. نتمنى إشراكهم ومتابعتهم حقيقة لنا. يعني أذكر معالي محمد زبير الله يحفظه اتصل بعد ما شاف لقاء في التلفزيون قبل أشهر، فقال أنا عندي كتاب حاضر عن نزوة هدية، وعمل كتاب وأرسله لصاحب السمو، تم الاطلاع عليه وعمل مقدمة عليه عن نزوة، كتاب جميل جدا. هذا جهد حقيقة يشكر عليه. أتمنى نقول أي واحد، لذلك نقول نستقبل أي أفكار أي رؤى، جاهزين لاستقبالها والتعامل معها. لكم كل التحية، لكم كل الشكر. الشكر للأخوة في وسائل الإعلام كافة أنتم، شكر للأخوان في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، جزاكم الله خير عبر قناة عمان المباشر. مشاهدينا الكرام لكم ألف تحية، ونتمنى إن شاء الله أن نستمع ونستقبل آراءكم ورؤاكم عن هذه البرامج. وهنا اللجنة معنية، ولكن هذه اللجنة سوف تستمر. كل فرد من أفرادها من خلال هذا اليوم مسؤول مسؤولية مباشرة عن برنامجه وتنفيذ هذا البرنامج الذي تم إن شاء الله إقراره ومتابعته. لكم كل التحية والشكر.